يقول السائل: هل يجوز أن أسلوك الفطرة إلى الفقير ثم أزيدها عن الحد بنية الصدقة؟ نعم، يجوز أن يزيد الإنسان الفطرة وينوي ما زاد على الحد الواجب صدقة. ومن هذا ما يفعله بعض الناس اليوم، يكون عنده 10 فطر مثلا ويشتري كيسا من الرز يبلغ أكثر من 10 فطر ويخرجه جميعا عنه وعن أهل بيته، وهذا جائز إذا كان يتيقن أن هذا الكيس مما يجب عليه فأكثر، لأن كيل الفطرة ليس بواجب إلا ليعلم به القدر، فإذا علمنا أن القدر محقق في هذا الكيس ودفعناه إلى الفقير فلا حرج.